طبيعي دائم مدى الحياة، حتى لو السواد عندك من سنين هيتفتفت قدام عينيكي زي الرماد. لو عندك سواد عنيد في وجهك وفي جسمك وفي المناطق الحساسة عليكي وعلى الوصفة الرهيبة دي، بتفتح وبتبيض وبتشيل طبقة الجلد السمراء وبتخلي البشرة بيضة زي القشرة. مش بس كده، دي هتزيل عندك أي تجاعيد في بشرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا جدا لشباب دائم. الوصفه دي بتفتح، بتشد التجاعيد، بتشيل الهالات السوداء، بتشيل الخطوط العنيده، بتحفز انتاج الكولاجين جدا جدا في البشره، وبتخلي البشره بيضه قوي قوي، بتدي تفتيح حلو جدا جدا يا بنات. كمان بتخلي البشره زي الزجاج، وكمان بتعالج لك المسام المفتوحه. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا ليس امرا. طبعا انا معايا هنا القهوه والليمون، ودول يعني المكونين اللي للاسف مش هتقدري ان انت تستبدليهم باي مكونات تانية، لان هم الاساس معايا في الوصفه. انا مش عايزه ليمون غير ليمونه واحده صغيره بالشكل ده او بحجم وسط، ده اللي انا عايزاه في الوصفه. اول حاجه هنعملها هنجيب المبشره، وهنبدا ان احنا نجيب الليمونه بتاعتي بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نبشرها عشان احنا محتاجين قشر الليمون. طب احنا محتاجين قشر الليمون ليه يا مايا؟ علشان قشر الليمون من الحاجات اللي بتشد التجاعيد قوي وبتحارب الجلد الشيخوخة. هنبدأ نبشر الليمونة بنفس الطريقة دي، بس اهم حاجة ان انت تكوني غسلاها كويس قوي عشان ما يكونش فيها اي يعني ما تكونش نضيفة فيها اتربة ولا حاجة، يعني مقدار معلقه صغيره من مبشور قشر الليمون. وبعد كده طبعا هنبدا ان احنا نجيب الليمونه بقى نفسها، وهنبدا ان احنا نقسمها كده وهنعصرها بالشكل ده على الكشور. يبقى كده استفدنا بالليمونه بتاعتي كامله، الكشور مع الليمون نفسه. عايزه اقول لكم بيدوا نتائج الاثنين مع بعض، حاجه كده تحفه. هنبدأ نقلبهم كده مع بعض شوية، وطالما في ليمون يبقى لازم يكون معانا مية ورد، لأن مية الورد حلوة جدا للبشرة، وكمان بتكسر معاكي حدية الليمون عشان أصحاب البشرة الحساسة تبدأ تستخدم الوصفة عادي. هناخد معلقة من مية الورد على عصير الليمون وكمان الكشور، وهنقلبهم على بعض كويس قوي. بعد ما قلبناهم مع بعض كويس قوي بالشكل ده واتاكدنا ان هما دابوا مع بعض، هتبداي بقى حبيبه قلبي تجيبي معايا هنا زيت الزيتون. وزيت الزيتون من الحاجات الرهيبه قوي قوي في شد التجاعيد، في تبييض البشره، في ازاله الخشونه والجلد الشيخوخه. هنبدا ناخد معلقه كبيره من زيت الزيتون، وطبعا انا عايزاكي تجيبي زيت زيتون بكر اصلي نوعيته كويسه، وهتبدأي تدوبي زيت الزيتون مع الليمون وكمان مع قشور الليمون ومية الورد كويس قوي. هنا حتة التقليب مهمة قوي عشان تتأكدي ان المكونات بتاعتك تجانست مع بعض وتقلبت كويس قوي. هنبدأ نقلبهم حوالي كده 20-30 ثانية كده تقليب ورا بعض، عشان بس حتة التقليب دي مهمة قوي. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هنبدأ نجيب قهوة، بس أهم حاجة تركزي إن القهوة اللي معاكي تكون قهوة سادة مش محوجة ولا فيها أي إضافات، علشان القهوة لما بتكون محوجة بتكون غلط ومضرة جدا، لأنها بيكون فيها إضافات ممكن بشرتك تتحسس منها، فالأفضل إن أنت تجيبي القهوة بتاعتك سادة. بدأنا إن احنا ناخد معلقة من القهوة العادية خالص، وهنبدأ إن احنا نقلبها كويس جدا جدا على المكونات بتاعتي. عايزه اقول لك الوصفه دي من مجرد ما هتحطيها على بشرتك هتلاقي منها نتائج حلوه قوي، بتشد التجاعيد بدرجه رهيبه، بتعالج التصبغات الجلديه، كمان بتنفع لجميع اجزاء الجسم حتى المناطق الحساسه، بتنفع جدا لان هي مش بس بتشد التجاعيد، هي مبيض رهيب للبشره.
بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، معايا هنا بقى معلقه من الرز المطحون او دي الرز. بتجيبي الرز عادي وبتغسليه وبتنشفيه وبتخلطيه عندك في الخلاط المطحنه وبتستخدميه، او ممكن ان انت تجيبي دي الرز ومن السوبر ماركت وتستخدميه. هنبدأ هنا بقى مرحلة التقليب، هنقلب كويس قوي لحد ما نتأكد ان المكونات بتاعتي بقت زي ما انت شايفة كده كريمي خالص. المكونات بتاعتي بقت كريمي خالص وبقى قوامها زي ما انت شايفة كده كريمي سايل. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هنبدأ ان احنا نجيب كوباية بالشكل ده وهنحط تلات ارباعها او نصها مية عادية، بس يفضل تكون مية دافية. تمام، مية لا هي سخنة قوي ولا هي دافية قوي، يعني مية يعني ولا هي سخنة قوي ولا هي باردة، هتكون مية دافية. تمام، او مية عادية خالص من الحنفية بس الافضل انها تكون دافية. وهتبدأي تجيبي مية ورد، وهنبدأ ناخد ادي معلقة اتنين تلاتة، هناخد تلات معالق كبار من مية الورد وهنقلبها كويس قوي على المية العادية. الخطوة مهمة قوي قوي دي عشان بتدي النضارة والتنظيف المطلوب للبشرة. بعد ما قلبناهم كويس قوي، هناخد نص معلقة من القهوة العادية خالص زي ما قلت لكم، ويفضل طبعا ما تكونش محوجة، تكون قهوة سادة خالص، فاتحه بقى وغامقه عادي، بس اهم حاجه ما تكونش محوجه. وهنقلبهم كويس قوي وهندوبها مع ميه الورد كويس جدا. بعد ما قلبناهم كويس قوي حبايب قلبي، هنبدا بقى ننزل عليها بمعلقه واحده من المكون الاخير ده، وده هناخد معلقه من النشا او الكورن فلاور. انا بعمل لك غسول طبيعي لتبييض دائم للبشرة وتنظيف البشرة وعلاج الرؤوس السوداء وكمان علاج المسام. هتبدأي بقى حبيبة قلبي اول حاجة، ومبدئيا احنا عايزين ناخد المية السحرية بتاعتي دي نسقعها عندنا في التلاجة في الرف الفوقاني، وهنسيبها لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع او ساعة، المهم ان احنا عايزينها تكون ساقعة قوي. تمام، هتبدأي الاول تاخدي الماسك بتاعك السحري ده على بشرة نظيفة بقى، وهنبدأ ان احنا نيجي كده وهنبدأ ان احنا ندهن الوجه كله والرقبة طبعا، علشان لو عندك تجاعيد في رقبتك او عندك سواد في رقبتك ما يكونش فيه فاصل ما بين رقبتك وكمان ما بين وجهك. وهتبدأي بقى اي مكان بقى فيه خطوط، فيه تجاعيد، فيه سواد، فيه بقع، فيه مسام، هتبدأي تدهني الوصفة دي فيه بالشكل ده، وهتبدأي ان انت تسيبيه على البشرة لمدة 20 دقيقة كاملة، ما تقليش عن كده يفضل، هتدهنيه لمدة 20 دقيقة وبعدين هتغسلي بشرتك كويس جدا. بعد بقى ما هنغسل بشرتنا كويس جدا، هتبدأي بقى تجيبي الغسول بتاعك اللي انت سقعتيه وهتحطيه عندك في زجاجة، لان هو بيقعد معاكي اسبوع ما بيفسدش او اكتر من اسبوع، عشان الغسول ده احنا هنغسل بيه بشرتنا يوميا قبل النوم. تصحي الصبح بقى اول ما تغسلي بشرتك بالغسول ده، تصحي الصبح تلاقي وشك ده منور، ما فيهوش بقى لا اصفرار ولا بهتان كده، بيبقى عامل كده بيخلي وشك زي البدر المنور. هتبداي ان انت بعد الوصفه طبعا تدلكي بيه بشرتك وتسيبيه بقى على بشرتك لمده ساعه ساعتين بالليل، المهم اغسلي بشرتك بالغسول ده يوميا قبل النوم، هيديكي نتائج هايله. هنستخدم الوصفتين دول لمده قد ايه؟ هنستخدم الغسول ده بشكل يومي، كل يوم هتغسلي بيه بشرتك، استخدميه بقى زي ما انت عايزه، اسبوع اسبوعين، عايزه تستخدميه على طول زي ما انا ما بعمل، زي ما انت عايزه. تمام، ده بتستخدميه زي ما انت عايزه. بالنسبه للماسك، بتستخدمي الماسك يوميا لمده 3 ايام ورا بعض، بعد كده بتستخدميه مره كل 15 يوم. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.